جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. انتهى الحديث. وهذا الحديث قد بين فيه من المصالح ما يلي: أولا، أن الصيام لا ينحصر مضاعفته بعدد، بل يضاعفه الله تعالى أضعافا بغير حصر. كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، أما الصوم فسره عند الله ومضاعفته عند الله عز وجل. 700 ضعف، 700,000، 700 مليون. فضل الله واسع، فضل الله واسع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن أضعافه لا حصر لها. ثم تأمل يا حفظك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على العلة هاهنا حين قال: ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. فهذه علة منصوصة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يقول ابن رجب رحمه الله تعالى: وذلك لأن الصيام من الصبر، بل الصيام من أعظم الصبر. قال: فإن الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. لأن المؤمن يتألم في رمضان بالجوع والعطش والصبر، فلذلك اجتمعت هذه الثلاث. وقد جاء في حديث يعني فيه ضعف أن الصبر من الصوم أو كما جاء في الحديث. قال: وهذه الثلاثة كلها تجتمع في شهر الصوم.